اذا ناخذ مراجعه سريعه، حكينا المره الماضيه حكينا شوي على السنجل فيز سيستمز مظبوط. وسنجل فيز سيستم عندي راح يكون مثلا فولتج سورس عماله بغذي امبيدنس هون زد، وعندي هذا هون له فريكوانسي، والفريكوانسي هاي ايش وحدتها؟ هرتز راح تكون، وفي لها فولتج، والفولتج هذا راح يكون بالار ام اس روت مين سكوير لهذا الفولتج اللي هو مش البيك تبع الساينوسويد. عندي هون في عندي امبيدنس زد، وحسب اومز لو ايش راح تكون العلاقه بين هذول الثلاثه؟ في تساوي اي زد. بدي اتذكر انه هذول فيزرز، هذول في واي وزد فيزرز، يعني لهم ماجنتيود ولهم زاويه، والفريكونسي هون تبعت السيستم هذا كله 50 هرتز. هلا عاده بكون عندي انا 3 فيز سيستمز. اذا عندي 3 فيز سيستم هون، نعم ثلاث مصادر الفولتيه، بس شو الاختلاف بينهم؟ هلا هذول هم عباره عن هذا زي هذا، هذا الويف فورم اللي طالع منه شو شكلها؟ ساينوسويدال. اذا هذا الفولتج اللي موجود هون راح يكون عباره عن ساينوسويدال سيجنال. ساينوسويدال سيجنال لها فريكونسي مقدارها 50 هرتز. اذا الفريكونسي 50 هرتز معناها البيريود تبعته شو بتساوي؟ 1 على، مش هيك؟ 1 على 50 اللي هي، اذا هاي راح تكون 20 ملي سكند من هون لهون، اللي هي تي البيريود تبعته اللي هي 1 على اف. هذه 10 ملي سكند هون، من هون لهون 10 ملي سكند، ومن هون لهون كمان 10 ملي سكند. ماشي، كل واضح فاهم هاي البيك؟ نعم تفضل. طيب هذا هون عندي ساينوسويدال فولتج سورس، الفولتج سورس هذا بعطيني ساينوسويدال سيجنال شكلها زي الساينوسويد اللي هي نفس الكهرباء اللي بتجينا هون في المينز. لها فريكونسي معينه، بتتغير عمالها بفريكونسي معينه. الفريكونسي تبعتها تبعت هون في البلد هون قديش؟ 50 هرتز. يعني بتعطيني 50 سايكل بير سكند، كل سكند بتعمل 50 من هذا الشكل، بتعيده 50 مره. اذا هو بعيد نفسه 50 مره بالثانيه، كل ثانيه 50 مره، كل واحده من هذول قديش الزمن تبعها؟ 1 على اف، 1 على 50 مضبوط؟ 1 على 50 رح تعطيني 20 ملي سكند، اللي هي 20 على 1000 لانها 1 على 50 مضبوط؟ اذا هذه رح تكون نصها وهي رح تكون نصها. بالدرجات هاي شو بنسميها؟ كم درجة هاي؟ 200 باي اللي هي 180 درجة، وهذه 180 درجة، فهذه السايكل اذا بنسميها 360 درجة، هذه 180 درجة وهذه 180 درجة. هلا اذا اخذنا ثلاثة من هذول السورسز وحطيناهم ركبناهم بهذا الشكل، هاي الكونكشن شو بنسميها؟ ايش من شكلها شو؟ بنسميها ستار او واي احيانا بسموها، هذه ستار كونكشن. هذه عبارة عن ستار بوينت، ستار بوينت اللي هي نقطة الكونكشن ما بينهم، هاي بنسميها ستار بوينت، نقطة الكونكشن لهدول الثري فيز سيستمز. وعندي في الاصطلاحات مختلفة، بس اخذنا احد الاصطلاحات رح نسمي هذه ار، هذه اس، وهذه تي. لكن هدول الثري فيز لو حطيتهم زي ما هم بالضبط نفس هدول، رح يكون عندي ثلاثة متماثلات. شو بختلف هلا هون لما بحطهم بهذا الشكل؟ ايش بغير بينهم؟ الزاوية تبعتهم. خلينا نرسمهم بثلاث الوان مختلفة، نستعمل احمر واخضر وازرق. لو جيت اطلعت على هدول الثري فيز سيستم هذا اللي موجود هون، راح اخذ مثلا هون ثلاثة وهون ثلاثة. خلينا نرسم الأول اللي هو R مثلا، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، إذا هذه ساينوسويدال سيجنال. شوي هون شكلها غريب، بس هي هاي ساينوسويدال سيجنال بهذا الشكل، والفريكونسي تبعتها 50 هرتز، وهذه بتمثل لو جيت الآن طلعت على، طبعا أنا عم بقيس R ما بين النقطة هاي والنقطة هاي كفولت ميتر، الفولت ميتر بصير أقيس الفولت ميتر بترمينال واحد، بدي أقيسه دائما. فلو جبت فولت ميتر وحطيته بين هاي النقطة وهاي النقطة، هذا الشكل اللي راح يطلع معي من هون. هلا بجيب الثاني S، ما برسمه نفسه فوق، ايش بعمل بالزمن؟ بزيحه، بعمل له ازاحه 120 درجه، 120 درجه، هذه 180 مكونه من ست مقاطع، راح ازيحه بمقدار اربع مقاطع، راح يتاخر اس، راح يتاخر ايش؟ يعني راح يجي بالزمن بعده، اذا اس راح يكون 1 2 3، راح يكون عندي اس هون، هذه هون 120 درجه. اذا اس متاخر عن ار قديش؟ 120 درجه، 1 2 3 تنزل عندي هون، 1 2 3
اذا هذا اس من هون بعدين عندي 1 2 3 اس هي كمان فولتج فولتج سورس انا جبت 2 فولتج سورسز بس كل اللي غيرته بينهم ما غيرت شكل الويف فورم شو غيرت فيها زمنها اخرتها بس مؤخره في الزمن فهذا لما براقب انا عمالي لو انت بتراقب بعينيك قيمه الفولتج شو راح تشوف افرض هاي الزمن زيرو قديش قيمه ار عند النقطه هاي الاسود زيرو قديش قيمه اس عند النقطه هاي نيجاتيف امشي هلا بالزمن وصير راقب شو بتلاقي بتلاقي اس صارت ماكسيمم نيجاتيف وار زادت بوزيتيف امشي هون لما توصل عند النقطه هاي راح تلاقي ار شو صارت ماكسيمم بوزيتيف واس لساها نيجاتيف اوصل للنقطه هاي شو بتلاقي اس صارت زيرو وار لساها بوزيتيف امشي كمان بتلاقيهم الاثنين يتساووا الان عند اللحظه هذيك هلا هم نفس الويف فورم بس شو عملنا في واحدة منهم شيفت بالزمن بس هي نفسها شيفت بالزمن فالسورس هذا اللي موجود هون اخرناه بالزمن بحيث انه صار الزيرو كروسنج تبعته متاخره 120 درجه طيب شو بنعمل بالثالث الان الازرق بنعمل له شيفتين كمان 120 درجه فبناخذ 120 درجه من اس متاخر عن اس 1 2 3 بيطلع بكون 4 راح يكون عندي اذا راح يبدا هو هون راح يبدا 1 2 3 هيك 1 2 3 هيك 1 2 3 بعكس اذا شو صار هلا هون عندي الازرق ار متاخر عن اس 120 درجه اذا هذا هون عفوا تي تي وهذا عندي هون اس اس متاخر عن ار 120 درجه وتي متاخر عن اس 120 درجه طب تي شو صار بالنسبه لار متاخر عنه قديش 240 بس كمان ايش بقدر اقول 120 متقدم عليه 120 درجه يعني انا بقول متاخر عليه 240 درجه نفس الكلام نفس الشيء لانه هي ار رجع عندي هون ترجع بنلف وبرجع كمان مره ثانيه اذا عندي هي ار هون لاحظوا مين اللي سابق هلا هون تي ولا ار تي سابق ار ب 120 درجه او بقدر اقول المتاخر عنهم 240 درجه ولذلك حتى لما بنرسمهم احنا بنرسمهم بهذا الشكل لاحظوا احنا كيف رسمناهم رسم فلف رسمناه 120 درجه 120 درجه هذا هون بس للرسم بس احنا عمالنا ناكد فكره انه 120 درجه 120 درجه اذا ار واس وتي شو التشابه بينهم عمالهم بعطوني نفس الفولتج الثلاثة بعطوني نفس الفولتج بس شو عملت انا فيهم اخرت واحد منهم 120 درجه واخرت الثاني 240 درجه فصار عندي ار اس وتي وبرضه برجع ار اس تي ار اس تي بهذا الشكل هذا السيستم شو بنسميه ثري فيز سيستم وهو اساس كل الكهرباء اللي موجوده الان كل الكهرباء بتتولد على شكل ثري فيز وبتتوزع في البيت لما بوصلني 1 فيز بس هو فعليا مولد وموزع ثري فيز متوازي السيستم بحاول اخليه متوازن واضح اذا الان فكره الثري فيز سيستم هلا احنا قلنا انه كل واحد من هذول بامكاني انا امثله كفيز الفيزر بيمثل ساينوسويدال سيجنال عمالها لها زاويه معينه فبامكاني امثل الان هذول السيجنالز خلينا نستعمل اللون الاخضر كمان اذا لو جينا حطينا هذول بقدر استعمل فيزر دايجرام هذا لاحظوا مش فيزر دايجرام هذا تايم دايجرام وين الزمن؟ ايوه هذا الخط هو الزمن وكل ما مشيت عم بتقدم الزمن معي مش هيك؟ عم بصير الاشياء اللي بتصير هون قبل الاشياء اللي بتصير هون قبل الاشياء اللي بتصير هون لكن في استعمال كثير في الكهرباء رح نستعمله كثير في ماده الماشينز ولذلك بدكم تكونوا عارفينه ممكن استعمل شيء اسمه فيزر الفيزر مش فيكتور لكنه بيشبه الفيكتور لاحظين فكره الفيزر من فيز اذا انا الان حتى امثل هدول بامكاني اجيب اخذ الطول تبع ار طوله عاده انا باخذ الار ام اس وبحط الار مثلا ممكن احط الار بحطه هون مثلا والاس هلا هون كل السيستم هذا عماله بلف على كاونتر كلوك وايز اوميجا على اوميجا ايش اوميجا وحدتها؟ راديانس بير سكند اف شو وحدتها؟ هرتز انا هون الفريكونسي قديش عندي؟ 50 اذا لو بدي احول هاي الفريكونسي لاوميجا راديانس بير سكند ايش كيف بحولهم؟ اوميجا شو بتساوي؟ 2 باي 2 باي اف اذا هون عماله هذا السيستم الفيزرز هذول بلفوا هلا هذا الفيزر شو معناه؟ معناها في عندي فولتج الار ام اس تبعه ايش بيمثله؟ الطول
والزاوية تبعته شو بيمثلها؟ المكان اللي هو موجود فيه. خلينا عشان ما نلتخم خلينا نرسم R هون. نحط R هلا هون. هذا R. هلا ما دام أنا بلف بهذا الاتجاه S متأخر على R ولا متقدم عليه؟ متأخر. إيش كان لونه هون؟ أحمر. إذا وين لازم يكون؟ لازم يكون متأخر عنه 120 درجة. طول S إيش علاقته بطول R؟ متساوي. إذا هذا الطول لازم يكون مساوي لهذا الطول. طيب مين متأخر على S؟ متأخر عليه قديش؟ هي 60 وهي 60، عندي 120 درجة. هذا الطول مساوي لهذا الطول مساوي لهذا الطول، وهذا عندي هون 120 درجة. هاي كانها ناقص 120 درجة ناقص. لاحظوا T متأخر عن R قديش؟ 240 أو متقدم عليه 120. هلا إذا بدك أرسم عين هون، العين شو عمالها بتعمل؟ بتراقب الأشياء اللي بتمر من هون. مين بتشوف بالأول؟ R. بعدين مين بتشوف؟ S. بعدين مين بتشوف؟ T. مين بتقول بتشوف بعدين؟ R. وهكذا. إذا هون إذا بدك تتذكرها دائما تذكر إنه هذه كاونتر كلوك وايز، عمالها بتلف على الفريكونسي اللي بتلف عليها قديش قيمتها؟ 50 هرتز. أوميجا. أوميجا راديانز per second أو F. إيش وحدة F؟ cycle per second. إذن هذا 3 phase system اللي هو R و S و T. ماشي، كل واضح بالنسبة لشو 3 phase system؟ كل شغلنا الماشينز اللي رح نحكي عنها معظمها هي 3 phase systems. نعم. آخر بيكتب مصفي حسب sequence. إيش ماله sequence؟ حسب sequence معطيني إياه، مش شرط دائماً. دائماً الاصطلاح إنه R leading S و S leading T. دائماً هيك الاصطلاح. ماشي، أطفي معنا.